صباح الخير، صباح السعادة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سر السعادة. في البداية لازم أرحب طبعا بزميلي عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ عامل ايه؟ أهلا بك يا استاذة غادة، وأهلا بالسادة المشاهدين. معانا النهاردة نموذج مشرف جدا، شاب اجتهد وجاب مجموع ودخل كلية قمة وهي كلية الهندسة، وحب تدريس الفيزياء. تشرفنا بيك يا مستر أستاذ مهندس أحمد أنديل. اهلا وسهلا بكم، مبسوط جدا ان معاكم النهارده، وان شاء الله نورتنا في البرنامج وخفيف على الساده المشاهدين. ان شاء الله باذن الله. في البدايه كده قول لي انت حياتك في الثانويه العامه. انا كنت في ثانويه عامه سنه 2013، يعني الكلام ده تقريبا من 11 سنه. كان على ايامنا ثانويه عامه سنتين، ثانيه وثالثه، يعني ثانيه وثانيه وثالثه سنه. النظام القديم. النظام القديم. طبعا معظم مذاكرتي، عشان اللي بيسمعونا يستفادوا، كان معظم مذاكرتي بعد الفجر، لان علميا افضل وقت المذاكره بعد الفجر، ده افضل وقت تقدر تذاكر فيه. طيب بعد كده اجتهدت والحمد لله وجبت كليه هندسه. كان درجتي في ثانويه عامه 98.8%. ما شاء الله. جبت بقى مجموع. مهندس احمد، كنا عاوزين نعرف رايك في النظام الجديد اللي ادخله دكتور طارق شوقي. بصراحه دكتور طارق شوقي اول ما دخل النظام الجديد، لقى هجوم كتير جدا من الطلبه ومن اولياء الامور ومن المدرسين ما كانواش عايزين يطوروا من نفسهم، عشان كده هاجموا النظام الجديد. لكن من وجهه نظري النظام الجديد اللي دكتور طارق شوقي عمله ده واحد من اهم القرارات اللي حصلت في الفتره الاخيره. عايز اسالك سؤال. في النظام القديم كانت مصر ما تعرفش حاجه عن التعليم الاونلاين. بعد النظام الجديد مصر دلوقتي بقت تعتبر اقوى دوله عربيه في التعليم الاونلاين. في النظام القديم مصر ما كانتش تعرف يعني ايه منصه تعليميه. حاليا مصر تمتلك اكبر عدد من المنصات التعليميه موجوده في كل حته. بس يعيب هذا النظام الغش، ظاهره الغش. انا برضه عايز اقول على حاجه. في النظام القديم مثلا انا كان مستوايا عالي، واستاذ عبد الله مثلا مستوى متوسط. او العكس، عشان استاذ عبد الله ما يزعلش. انا مستوى متوسط وحضرتك مستواك ايه؟ عالي. كان الامتحان بيجي سهل، فانا بقفل وهو بيقفل، فكان الامتحان ما بيفرقش ما بينه وما بينه. اما حاليا في النظام الجديد الاسئله مدرجه، في اسئله سهله، في اسئله متوسطه، في اسئله تقيس مستوى التفكير العام. ولكن زي ما قلت لك يعيب هذا النظام ظاهره انتشرت بقوه، هي ظاهره الغش. بما انك بقى كلمتني عن الغش، عايزين دلوقتي نعرف ازاي ظاهره الغش دي بقت سهله جدا اونلاين وامتحانات في البيت، فالدنيا بقت بيست خالص. قبل ما اقول لك الحلول اللي احنا نقدر نتخلص منها من ظاهره الغش، عاوز اقول لحضرتك على حاجه. ظاهره الغش دي يعني ممكن الطلبه بيمتحنوا هم على السرير فبيغشوا براحتهم وبيعملوا كل اللي هم عايزينه. ظاهره الغش دي ممكن تدمر جيل بالكامل. يعني مثلا بدي عدد كبير من الطلبه، في طلبه كتير بقى مستوى متوسط ومستوى ضعيف بقى بيدخلوا كليه هندسه بالغش، بقى بيدخلوا كليه الطب بالغش. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا في خلال 10 سنين هيبقى اللي بيعالجنا دكتور غشاش. ما هو كان بيغش في ثانويه عامه هيغش في الكليه هيبقى دكتور غشاش. مش شاطر اصلا، هو ما طلعش بقى بمجهود او حاجه. بالظبط، اللي بيبني بيتنا هيبقى مهندس غشاش. فالظاهره دي ممكن فعلا تدمر الاجيال اللي جاي. عشان كده لازم نحد من ظاهره الغش. ازاي؟ شايف ازاي؟ طب ازاي بقى نحد من ظاهره الغش؟ والله انا عندي اقتراحين. الاقتراح الاول هو غريب، بس انا يعني بناشد الناس كلهم انهم ده رايك طبعا الشخصي. الاقتراح الاول ان انا بناشد القوات المسلحه انها تنزل عساكر يراقبوا في اللجان، لان احنا حاولنا نكتب مع الطلبه، قلنا لهم يا جماعه الغش اخلاقيا ما ينفعش. اخلاقيا ما ينفعش، ما استجابوش. قلنا لهم دينيا الغش برضه ممنوع، ما استجابوش. فلازم القوات المسلحه ينزلوا العساكر انهم يراقبوا في للطلبه. واحد يقول لي طيب انت عايز العساكر يسيبوا الخدمه وينزلوا ويراقبوا في الامتحانات؟ ولا ده مستقبل بلد؟ هو ده صعب بقى، احنا مش عايزين نتكلم في حاجه ما يعني، خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه. فالاقتراح الثاني اللي احنا ممكن نحط كاميرات في كل اللجان، والكاميرات دي تكون شغاله الصور باستمرار. على الشاشه دلوقتي بتتعرض؟ ماشي. الكاميرات دي تكون شغاله باستمرار، بحيث ان لو حد فكر ان هو يغش لازم يكون في موقف راضع قصاده، لازم يتعاقب ان هو يتحرم من الامتحان اي حاجه. والكاميرات دي تحت اي ظرف يكون فيها صيانه مستمره، بحيث الكاميرات دي ما تتعطلش خالص. طيب مهندس احمد، كنت عايز اعرف ايه رايك في عمليه دمج المواد اللي حصلت، وبالاخص ماده العلوم المتكامله اللي بقت بدل الفيزياء والكيمياء والاحياء؟ والله هو القرار اللي اتخذ الدكتور محمد ابو لطيف وزير التربيه والتعليم هو قرار سريع. تاني باكد كلامي، مش بنتقد القرار، انا بقول ان هو قرار سريع. قرار سريع ان هو من يوم وليله صحي قال احنا هنلغي الفيزياء ونلغي الكيمياء ونلغي الاحياء وهنبدلهم بماده اسمها ماده العلوم المتكامله. هي كفكره جميله جدا، ولكن الكلام ده كان قبل الدراسه باسبوعين. حضرتك تخيلي اللي احنا قدامنا قبل الدراسه اسبوعين، والمفروض نحط منهج جديد خالص. أيوه. بديل للفيزياء والكيمياء والاحياء. اكيد المنهج ده هيكون مش كفء. هو زي لسه اصلا المنهج نزل من 4 ايام بالظبط. المنهج نزل يحتوي على كم معلومات جميل جدا، ولكن ما بيأسسش الطلبه في الفيزياء او الكيمياء او الاحياء.
وده بسبب حاجه بسيطه خالص، ان القرار كان سريع فما كانش في وقت اللي احنا نحط منهج كويس. اظن يعني اظن ان المنهج ده هيكون السنه دي بس، والسنه الجايه ان شاء الله يكون منهج اقوى من كده. لان المنهج صراحه مش على مستوى عالي في التعليم المصري. طب قول لي بقى، انت بتقول ايه للطلبه اللي شايفين الفيزياء دي صعبه جدا؟ والله معظم الطلبه بيشتكوا ان هم مش عارفين يحلوا في الفيزياء. بيعرفوا يحلوا انا رايي ان السبب الرئيسي ان الطالب ما بيعرفش يحل ان هو اتعود على التلقين. هتلاقي المدرس بيشرح له في الحصه، يروح البيت يلاقي الواجب كله محلول ونازل له اونلاين. تمام كده؟ فالطالب اتعود على التلقين، تلقين في الشرح وتلقين في الحل. الطالب ما بيديش فرصه لنفسه ان هو يفكر في المسائل. ومع اني الطالب المفروض يهتم بالكيف وليس الكم. يعني انا عاوز كل طالب، ما ينفعش لو مساله وقفت قدامك ثانيتين تروح تجيب حلها، لا لازم تقعد تفكر فيها ربع ساعه، نص ساعه، وساعه. الطالب اتعود على التساهل. المدرس بيشرح له المعلومه بطريقه بسيطه وبينزل له الحلول كلها. وبالتالي الطالب دايما متعود على التلقين. لا انا عاوز اقول للطالب يا باشا لازم تقعد تفكر في المساله ربع ساعه، نص ساعه، ساعه. ايه المشكله؟ ده بينمى عندك فكره التفكير، فكره الايه؟ انك ازاي تعرف تفكر. تمام كده؟ عشان كده انا واحد، انا شخص مثلا انا دايما باكد على الحته دي. يعني مثلا في ثالثه ثانوي انا عامل 75 فيديو، فيديوهات شرح وفيديوهات حل. مفيش ولا فيديو نزلته لحد دلوقتي. ليه؟ انا عاوز الطالب يعتمد على نفسه. الطالب يقعد يفكر في المسائل بنفسه، يحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما يوصل لحلو في الوقت المناسب، لحد ما انمي فيهم فكره ان هم ازاي يفكروا في المساله. ان هم يفكروا يتعبوا نفسهم يفكروا بالظبط، هم مستسهلين. فالامتحان في النظام الجديد الامتحان ما بيجيش مباشر. الامتحان عايز واحد فاهم. فعلشان كده لازم الطالب يتعود ازاي يفكر. الاسئله بتبقى محوره شويه، عايزه حد فاهم مش حد حافظ او حد كده. فالطالب طول ما هو متعود على التلقين اما بيجي له سؤال هو ما بيعرفش ازاي يفكر. عشان كده انا بناشد كل الساده المدرسين، اي نعم انتوا بتسهل على الطالب بس الطريقه دي بتضر الطالب. انت بتنزله شرح كويس جدا وبتنزله كل الحلول، بس الكلام ده صدقني بيضر الطالب لانه بيقتل عنده فكره الايه؟ الفكر. التفكير. انه يفكر. لازم الطالب يتعلم ازاي يفكر. ده من وجهه نظري. في 2024 بقى كل الطلبه اللي عندك متوقعين اسئله. فده اللي حصل. قول لي بقى انت الناس دي طالعه متفوقه ازاي؟ والله الحمد لله دخلت عندك على الصفحه لقيت عندك ما شاء الله. الله يخليك. الحمد لله. والله ده كان ده من ايه بقى؟ قول لي انت مثلا مصاحبهم هم بيحبوك. والله اول حاجه بخصوص امتحان 2024 ده كان توفيق من ربنا. لان النظام الجديد زي ما قلت لحضرتك الناس فاهمين النظام الجديد غلط. المدرسين فاكرين النظام الجديد اسئله تعجيزيه. النظام الجديد مش اسئله تعجيزيه خالص. النظام الجديد سهل الممتنع. النظام الجديد بيعاد الحفظ. النظام الجديد بيدعو للفهم. فتلاقي مثلا المدرس محافظ الطالب، لو شفت كذا يبقى الاجابه كذا. الكتب الخارجيه لو شفت كذا بيربط دماغ الطالب انه حاجه اشوفها يبقى ده حلها. الله ينور عليك. فانا مش هشغل دماغي، انا عايز استنى اشوف ده، ولو ما شفتوش وجاب بطريقه ثانيه ممكن ما اعرفش حل. النظام الجديد بقى بيجي يقتل الحته دي. يعني يجيب له سؤال اللي هو متعود عليه، يغير فيه كلمه الاجابه تختلف. فدايما النظام الجديد سهل ممتنع. الطالب يحس ان هو السؤال شافه قبل كده بس مجاوبه غلط. ليه؟ عشان هو مغير حاجه في السؤال يشوفك انت حافظ ولا فيها. عشان كده انا السنه اللي فاتت كنت دايما برا الحته دي. عشان كده عملت سلسله جميله جدا ساعدتني اسمها سلسله تريكات الفيزياء. وبدات اشرح في كل فصل تريكات الفصل. يعني ايه تريكات؟ اجيب له سؤال هو متعود عليه بس اغير حاجه في السؤال اقول له الاجابه هتختلف. خلي بالك السؤال ده مصر كلها متعوده عليه ان هو بيجي كده. هيجي في الامتحان مش هيجيبه لك كده. هيغير بس كلمه في السؤال الاجابه بتختلف. عملنا زياده عن 130 تريكايه او فكره. تريكايه دي يعني سؤال يبان ان هو سهل بس هو قدام حفره يوقع الطالب فيها. بالظبط. احنا معانا اتصال استاذ وليد معانا. الو. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ وليد؟ الله يبارك فيك. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ولي امر. استاذ وليد مدرسي. هو ولي امر طالب عندك؟ طب عرفه بقى ورحب بيه. ازي حضرتك يا استاذ وليد؟ الله يسلمك. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله. حضرتك يعني مدرسي فاضل يعني، وحاليا انا مدرس لابن حضرتك. ان شاء الله احاول ارد جزء من جمالك يعني. حبيب انا بتشرف بيك في كل مكان والله يا استاذ احمد. يعني استاذ وليد كان المستر بتاعك ودلوقتي انت المستر بتاع ابني. مظبوط. نورتني يا استاذ وليد. ازي حضرتك مستر احمد؟ كان عامل معاك ايه وهو طالب؟ والله يعني مستر احمد الانسان يعني يحتار يتكلم عنه في ايه. يتكلم عنه الطالب الخلوق ولا المتفوق ولا المؤدب ولا لعيب الكره العبقري ولا الطالب اللي كل اصدقائه وزمايله في الفصل والمدرسه كلها بيحبوه بصراحه يعني. ويعني يسمح لي ان انا بقى يعني اتحرر من قضيه الاستاذ احمد.
وهو لابن احمد اللي بعتز بيه طول عمري والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ وليد، انت نورتنا على راسنا. الله يكرمك، ربنا يبارك فيه ويرفع قدره. احمد طول عمره يعني مثال يحتذى به في الاجتهاد في كل شيء. ربنا يخليك، الله يخليك. الله يكرمك. شكرا عظيم يا استاذ وليد والله. هو بيشكر حضرتك حبيبي، ربنا يوفقك ودايما كده تكون في تقدم مستمر ان شاء الله. الله يخليك. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، شكرا للاتصال. شكرا. مهندس احمد، كنت عايز اعرف بتتعامل ازاي مع المستويات المتوسطه من الطلبه؟ المستويات المتوسطه في الدراسه يعني؟ والله انا بالنسبه لي اللي مستواه متوسط في الدراسه هو ده اهم طالب عندي، هو ده مقياس النجاح بتاعي. بتركز عليه؟ بركز عليه لسببين. الطالب الشاطر هو بيفهم بسرعه، الطالب اللي هو ذكي وعبقري او اللي قدراته عاليه ده بيفهم بسرعه. الطالب الضعيف هو خلاص هو فهمه بطيء، فاحنا بنعرف ليه الامر. اما الطالب المتوسط ده هو ده اللي دايما شغل عليه، ده اللي بيبان نجاحي عليه. الطالب المتوسط ده لو كان مجتهد بنساعده انه يوصل لاعلى الدرجات بكل سهوله خالص. ودايما انت عارف المهنه بتاعتنا مهنه متعبه جدا 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 يعني فوق الوصف. دايما اللي بيهون عليا التعب ده لما اشوف نظره فهم في الطالب كده، يعني الطالب لما يفهم حاجه لوحده كده يعني بتلمع. اللي معاه بتاع العين ده سحر، ده بيوصل لك. ده بيوصل لي. اعرف ان الطالب فهم بالليل ده، بص بيريح كل التعب اللي انا فيه. لما الاقي الطالب ده عينه لمعت ان هو فهم حاجه كان مستصعبها جدا. فبالنسبه لي الطالب المتوسط ده بتحس ان انت عملت انجاز، ان انت وصلته. هو ده من اكتر الطلبه بهتم بيها. طب قول لي بقى، بما انك صغير كده في السن وبتاع، التعامل بقى مع الطلبه والشباب والكلام ده بيبقى عامل ازاي؟ هل انت بتصاحبهم؟ هل انت بتشد عليهم؟ والله اوقات كده اوقات كده. هو لو حضرتك خدت بالك هم معظم الطلاب بيحبوني، لان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. انا جدا بحبهم جدا جدا وعاوزهم كلهم احسن مني. يعني انا بتفاخر جدا لما الاقي واحد مثلا مهندس كهرباء كبير متخرج ويجي يقول لي انت كان ليك الفضل عليا انك حببتني في الفيزياء الكهربائيه في ثانويه عامه، ومن سم دخلت هندسه كهرباء وبقيت دلوقتي متفوق في شغلي. دي حاجه انا بنبسط بيها جدا. يعني عاوز كل الطلبه يبقوا احسن مني، عايز كل الطلبه يبقوا انجح مني. يعني لما اشوف طالب نجح. انا فاهمه ده. انا بكلمك في نقطه ان انت صغير مثلا، فهم ممكن بتتعامل معاهم ازاي؟ يعني هم برضو صغيرين وسنهم صغير. يعني بتصاحبهم؟ بتشد عليهم؟ لا يعني ازاي؟ عشان اكون صريح، اوقات كده اوقات كده. في اوقات ما ينفع طبعا، لازم يكون في حدود شويه ما بين المدرسه. ده اللي بتكلم فيه. يعني ما ينفعش اقرب قوي، وما ينفعش برضو ايه اشد قوي. يعني بيبقى في حاجز بسيط كده، اللي هو برضو في الاخر انت طالب وانا مدرس. يعني ما ينفعش برضو تتجاوز الحدود يعني. طب ازاي بتحضر بقى الحصة وتستعد ليها؟ والله حضرتك انا بحضر الحصة ان انا بقرب اكتر من مصدر. انا بالمناسبة انا مهندس كهرباء وبدرس فيزياء كهربائية. بدرس فيزياء كهربائية، وبالتالي الموضوع بالنسبة لي يعني سهل شوية. بس انت زي ما انتوا عارفين الفيزياء دي بحر. فانا لو ما استعدتش كل سنة انا مش هلاحق. بتذاكر الحصة قبليها؟ طبعا لازم. لان كل سنة كل سنة بينزل افكار جديدة، كتير في الفيزياء. كل سنة في كتير جديد. فانا لازم كل سنه بقعد كده بجمع الكتب الخارجيه، اشوف ايه الافكار الجديده اللي نزلت عندي احتمالية. لو الفكره الجديده دي فكره ممكن تيجي في الامتحان لازم اعرفها للطلبه. طب لو الفكره الجديده دي صعب انها تيجي في الامتحان خلاص ولا كاني شفتها، لان احيانا بيجي افكار انها مستبعده انها تيجي في الامتحان. زي ما قلت لكم النظام الجديد ما بيعتمدش على الاسئله التعجيزيه. النظام الجديد بيعتمد على الاسئله اللي هي السهل الممتنع. السؤال تحس ان هو سهل بس هو ايه؟ في حفره او في تركيه زي ما انا قلت. طبعا بما اني كنت مهندس كهرباء فانا عندي مراجع كتير في الفيزياء الكهربائيه، طبعا بطلع عليها باستمرار يعني. لان لازم اطور من نفسي باستمرار. واقول لحضرتك حاجه برضو بيساعدني، برضو انا بستغل الموقف ده واشكر الساده المدرسين زمايلي. لما يكون منافسينك اقوياء انت بتطور نفسك من كل شويه. بالظبط، لما بتلاقي اللي معاك قوي تبقى عايز تثبت نفسك اكتر وتبقى قوي زيه. لكن لو المنافس اللي قصادك ضعيف فانت ما بتطورش من نفسك. انا حاليا بتنافس مع مصر كلها. فمصر كلها فيها مدرسين اقوياء جدا، فلازم كل يوم اطور من نفسي، اطور من نفسي لحد ان شاء الله. ان شاء الله عندي حلم ان انا اكون مدرس رقم واحد في الفيزياء في مصر. ان شاء الله باذن الله، باذن الله بالتوفيق. تفتكر ان انت كنت ضيف معانا الحلقه دي؟ طب مهندس احمد، ازاي طورت نفسك في التدريس ولاحظنا ان الطلبه متعلقه بيك جدا؟ والله انا بقول لحضرتك، انا دايما قبل كل سنه لازم اطلع وبقرا كتير على الفيزياء الكهربائيه، لان اصلا عاشق للفيزياء الكهربائيه. بالمناسبه يعني لما كنت في ثانويه عامه انا جبت ثانويه عامه 8.8 من 10. ما شاء الله كنت دحيح. ما شاء الله. كنت مع النظام القديم. النظام القديم. كنت عاوز من كتر حب في الفيزياء الكهربائيه انا كنت عايز ادخل فيزياء. كنت نفسي اكمل حياتي في الفيزياء. لان انا بعشق الفيزياء جدا. فلكن طبعا الناس كلهم قالوا لا لازم تدخل هندسه، عشان كده لما دخلت هندسه دخلت قسم الفيزياء الكهربائيه.
عشان انا بحب جدا الفيزياء القربيه، بحب الفيزياء بصفه عامه لكن الفيزياء القربيه بصفه خاصه. لان حاسس ان انا ببدع في المافيك. ايوه ايوه انت حاسس انت بتحب الحاجه دي فهتثبت نفسك فيها. بالظبط. كان معاك لا انا كنت اسالك سؤال تاني خالص بس انا بس كنت عايز استغل الحلقه دي وانا عارف ان الطلبه كلهم دلوقتي قاعدين بيسمعوني وعايز اديهم شويه نصايح. اتفضل. انا كنت اسالك برضو من ضمن الاسئله تنصحهم بايه؟ اول نصيحه بالنسبه للمذاكره زي ما قلت في الاول خالص ان علميا افضل اوقات المذاكره بعد الفجر. ده اكتر وقت للتحصيل، اقدر اكتر وقت الطالب يقدر يحصل فيه معلومات هو بعد الفجر. ايوه المخ بيبقى بيستوعب اكتر جداً. حاجه بيبقى الذهن صاحي جدا صافي. فانت رجاء كل يوم عايز تبقى ناجح في ثانويه عامه، عايز تبقى ناجح في حياتك بصفه عامه، المستر بيحذركم يا ولاد. عايز تبقى ناجح بصفه عامه، عايز تبقى ناجح في حياتك، كل الشخصيات الناجحه في الحياه بالزبط. لازم يكونوا بيصحوا بدري. ما ينفعش واحد عايز ينجح. وتنظيم الوقت عايزين نقول لهم تنظيم الوقت ده اهم طبعاً حاجه. لازم تنظيم الوقت. ما انا جاي اتكلم في النقطه دي. تاني حاجه يبقى لازم اول حاجه تذاكر بعد الفجر لان الذهن بيبقى صاحي. وخدها بقى مدى الحياه. مدى الحياه تذاكر بعد الفجر وتعود انك تكون رقم واحد في كل حاجه. انت في الثانويه العامه تكون رقم واحد، تخلص تدخل الكليه تكون رقم واحد، تشتغل تكون رقم واحد في شغلك، اسرع واحد تترقى، اسرع واحد تعمل شركه، تكون رقم واحد في كل حياتك. عشان كده بقول لك ما تضيعش وقتك، لازم تصحى كل يوم بعد الفجر تبدا تشوف تكتب 1 2 3 انت عاوز توصل لايه وتحققه ان شاء الله. ده اول حاجه. ثاني حاجه لازم تنظم وقت مذاكرتك. ما ينفعش ما ينفعش، ودي خطا ناس كتير بيقعوا فيه، ان الطالب كل يوم يصحى من النوم يروح دروس ويرجع الساعه 10 بالليل يرجع من دروس، يعمل الواجب او انا اسف في اللفظ يغش الواجب اللي المدرس منزلوه على الاونلاين ويبقى كده عمل اللي عليه. وتلاقي ولي الامر يقول لك الطالب عمل اللي عليه. لا انا بناشد ولي الامور هم قدامي دلوقتي اهو. المدرس مش هو اللي هيخلي ابنك يتفوق. لازم الابن يقعد مع نفسه على الكتاب. المدرس عليه دور بس الابن عليه الدور الاكبر. انا هوصل له المعلومه وانا هساعده في حل الواجب، بس لازم ابنك يوميا يكون عنده على الاقل 5 أو 6 ساعات قاعد مع نفسه على الكتاب. خلاص بقى انسى المدرس، انسى التليفون، انسى الاونلاين، انسى كل حاجه، انت قاعد قدامك كتاب قاعد بتحفر في الكتاب زي ما احنا كنا بنعمل كمان زمان. ايوه كل ما تتعب في تحصيل المعلومه بالزبط. كل ما مستواك يزيد ورقه وقلم زي زمان ونكتب بالزبط. هتلاقي لكن الدنيا مختلفه. الطالب دلوقتي من تعودناه على التساهل. الطالب دلوقتي بيقعد بالموبايل. خلصت مذاكره الله ينور عليك، بعد ثانيه بعد ثانيه فكر في المساله ثانيه يقول لك انا مش عارف احل المساله. انت فكرت فيها وليه مش عارف تحل؟ انت قدامك قانون. اديهم نصيحه والنبي بالله عليك عشان احنا تعبنا من الاولاد. رجاء يا جماعه ما تيأسي. فكر في المساله، مفيش حاجه اسمها فكرت فيها دقيقه، فكر فيها ربع ساعه ونص ساعه وساعه. المساله دي عامله زي مشكله في حياتك. يعني انت لو بتعرف تحل مسائل هتعرف قدام تحل مشاكل حياتك. يعني المساله تعتبر مشكله حياتك. عشان كده رجاء يا جماعه تفكر في المساله ربع ساعه نص ساعه، تقعد تفكر كتير، طور من نفسك، شغل ده. احنا مش بالكم، احنا بالكيف. بالظبط. احنا مش في حرب. مش شرط ان انا اقعد 5 6 ساعات وانا ما استوعبتش حاجه او ما فهمتش حاجه. ومش لازم احل 10,000 سؤال، لا انا ممكن احل 500 سؤال بس الفهم احسن ما اقعد احل 10,000 سؤال. بالظبط. يا جماعه ابعدوا عن الكم واهتموا بالكيف. اهتم ازاي بتعرف تحل المساله. امتحان اخر السنه في النظام الجديد، انا عايز اشكر الدكتور طارق شوقي لان فعلا عامل نظام محترم. وطبعا ماشي على خطاه دكتور بعد كده رضا حجازي ودكتور محمد ابو لطيف. النظام الجديد بيعتمد على الفهم، يعني مش هتلاقي سؤال زي ما انت متعود عليه هيجي في الامتحان. هتلاقي دايما السؤال عاوز واحد بيعرف يفكر، عايز واحد بيعرف يفهم. وبخاطب الوزاره تاني رجاء اول ملف لازم يخلص ملف الغش. لان صدقيني لو الغش اتمنع اللي هيجيب درجات في النظام الجديد ده المستويات هتختلف خالص جدا. اللي هيجيب درجات هو المستوى، لان الامتحان فعلا امتحان كويس جدا. الامتحان بيبقى 3 مستويات، مستوى ضعيف، مستوى متوسط، ومستويات عليا. فلو مفيش غش صدقني صدقني اللي هيجيب درجه عاليه هو ده اللي يستاهل. عشان كده لازم اول ملف الوزاره تتخلص منه هو ملف الغش ده. ده من وجهه نظري. تمام. حاسس انك حققت بقى ايه لحد دلوقتي من طموحك في حياتي الدراسيه في التدريس يعني؟ نفسك توصل لفين؟ والله انا لحد دلوقتي انا حاسس لسه في بدايه حياتي ان شاء الله، يعني ما حققتش جزء كبير من طموحي بالرغم الحمد لله انا حققته شهره كبيره جدا في كل بلد بنزلها الحمد لله. ولكن زي ما قلت لك انا طموحي الحمد لله ان انا اشرح فيزياء لجمهوريه مصر العربيه كلها. ونفسي يكون دايما عندي فيديوهات تفيد الجيل ده والاجيال اللي جايه والاجيال اللي جايه عشان تبقى على الاقل صدقه لينا في المستقبل ان شاء الله بعد الممات ان شاء الله. ربنا يا رب يديك الصحه والعافيه يا رب. تقول ايه للطلبه اللي شايفين الفيزياء صعبه ومش بيعرفوا يحلوا؟ ما النقطة دي ما احنا اتكلمنا فيها ان هو لازم الطالب يتعود ازاي يفكر. الطالب ما يستسهلش زي ما قلت لك. والنقطة دي بعيبها على المدرسين. المدرسين هم بيعملوا قصارى جهدهم كتر خيرهم، بس هم بطريقة غير مقصودة بيضروا الطالب. يعني تلاقي المدرس بينزلوا الشرح
بينزلوا الحل. بينزلوا الحل. هو بيسهل على الطالب بس هو من غير ما يقصد هو كده بيضر الطالب. لأنه ما بيعودش الطالب على التفكير. بالزبط. فأنا بناشد السادة المدرسين كلهم أصحابي واللي بيتفرج على الحلقة دي رجاء تأخر حل الواجب شوية. نزل شرح. خلي الطالب يستفاد بشرح بس ما تنزلش خليه يطلع اللي عنده الاول بالزبط. وبعد كده نساعده يطلع اللي عنده بعد اسبوع علشان بعد اسبوعين نعرف نقط الضعف اللي فيه هو واقف في ايه او في ايه واقف قدامه ونعرف نعالجها. انا بقول لحضرتك انا والله مصور 75 فيديو الدفعه بتاع السنه دي انا بقول لهم من خلال برنامجكم مش هتشوفوهم دلوقتي خالص. الفيديوهات دي انا مخبيها لحد دلوقتي المناسب انا عايز اربي فيهم فكره ان هم ازاي يفكروا في المسائل في الوقت المناسب لما احس ان المستوى اتطورت اقول لهم خدوا يا جماعه ده الفيديوهات فيها شرح المنهج كله وفيها كل الحلول بتاع المسائل اللي هتقابلك كلها. سايب لهم النتائج كلها في الاخر. مش في اخر السنه لما اربيهم من الاول كده ان هم ايه يفكروا. الحلقه بتاعتنا خلصت بسرعه طبعا وانت نورتنا وكنت ضيف عزيز على قلبنا بجد والله وانبسطنا معاك جدا. نشوفك ان شاء الله مره في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله. تنورنا. انا معاكم واتمنى ان شاء الله انا اكون حضرتك نموذج طبعا لشاب طموح لاقصى درجه ان شاء الله بالنجاح. الله يخليك. شكرا ليك. شكرا لكم وشوفكم في حلقة جديدة وسر السعادة.